السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومع درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. درس النهاردة هو طريقة رسم منظر طبيعي زي اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. هو من المناظر السهلة جدا والبسيطة جدا، ولكن هعرفكم فيه على فرشة. الفرشة دي ليها ضربات وشكل مميز في ضرباتها على الشجر أو على النجيل. ونبدأ بسم الله. بداية يا جماعة، الطابلو اللي انا شغال عليه مدهون عبارة عن قماش مشدود على مربع خشب، والقماش ده مدهون بلاستيك نص لامع ابيض. انا مش داهن تحتيه مط ولا حاجة، هو بلاستيك ابيض نص لامع فقط لا غير. بس الطابلو ده اتدهن كذا مرة، فهو عامل معايا لحمية كويسة وقافل كل المسامات كأنه حيطة بالظبط. طيب، احنا قلنا في المقدمة ان احنا عندنا فرشتين او فرشة. الفرشة دي من اساسيات المفروض ان انا اشتغل بيها، لانها فرشة يعني مميزة شوية. ما اعرفش بيسموها ايه، ولكن هي اقرب اسم ليها هو لسان القط. فبنبدأ بالالوان بتاعتنا. بلاستيك نص لامع، بلاستيك نص لامع مائي، وهو بلاستيك الدهانات العادية خالص، واضيف عليه مركز لوني، علبة اللي هي العادية خالص، علبة لون مركز عادية علشان احصل على الدرجة اللي انا عايزها. يعني بداية بحط اللون الازرق في منطقة السماء، وادي لون ابيض خام واضح طبعا من تقله على الحيط ان هو خام، وببدأ اعمل تسييح ما بين درجات الابيض اللي تحت مع درجة الازرق اللي فوق علشان احصل على تدريج لوني من الازرق للابيض. الفرشة اللي معايا فرشة عادية خالص، واحد بوصة، خدت بيها الازرق واشتغلت بيها الابيض، وحطيت سنة احمر وبدأت ادمجها مع درجة الازرق اللي فوق بحيث تدي معايا درجة موف غامقة شوية او لون ازرق كحلي على حسب الدرجة اللي موجودة. طبعا الالوان زي ما حضراتكم شايفين، طالما الارضية بتاعتها بلاستيك نص لامع تحت، يعني البطانة بتاعتي بلاستيك نص لامع، فالطبيعي بتاعها ان هي بتاخد وقت عقبال ما تنشف، وخصوصا ان احنا في جو الشتاء. علشان ما يجيش واحد يقول لي انا شغلت على الحيطة والحيطة يعني الالوان بتنشف بسرعة، اقول لك لا، في جو الشتاء عامة اللون بياخد وقت شوية اكتر علشان ينشف. وفي نفس الوقت لو الارضية معمولة نص لامع هيطول معاك اكتر، اللون هيطول معاك اكتر غير لما تكون معمولة بالوان مط. باخد من درجات الابيض او الفاتح اللي موجودة وابدأ ادق درجة سحابة كده خفيفة، تمام، على الازرق. ومعايا سنة ازرق في المنطقة ديت بنفس الفرشة، نفس الفرشة يا جماعة، انا ما غيرتهاش. وسنة اصفر، وهبدأ ادمج الاصفر مع الازرق علشان احصل على لون درجة من درجات اللون الاخضر. انا هنا يا جماعة في المنظر دوت انا ما اشتغلتش بلون اخضر مباشر، لا، انا دربت الالوان على الطابلو نفسه. هنعمل جانبين كده من النجيلة مثلا، وهيبقى في طريق في النص. المنطقة دي تاخد على الجنب ده لون اسود ولون اسود على الجنب التاني. يعني اللي هعمله على الجنب اليمين هعمله على الجنب الشمال علشان احصل على توازن شوية في اللوحة. سنة لون احمر ببدأ افردها، وبرضو في المنطقة اللي قصادها، وابدأ ادمج اللون الاحمر مع الاسود بشكل عشوائي جدا، سواء الحيطة او الطابلو كشف معايا او ما كشفش، انا بفرد بدمج اللونين مع بعض، بفرد المساحة اللي موجودة علشان ادمج اللونين مع بعض. هي فرشة واحدة، وهتلاحظوا ان انا ما بمشطش، يعني مش باخد بسن الفرشة، انا دايس على الفرشة وجنب الفرشة هو اللي شغال.
درجات لون ازرق، درجات لون ازرق، طبعا الازرق معاها سنة احمر فاندمج معاه شوية. هي الفرشة اهي. هبدأ ان انا ادي ضربات شجر في المنطقة دي. يمكن لما جيت خدت من الابيض فالابيض برضو بيندمج مع الازرق فبيدي معايا فاتح بشكل كويس. وابدأ ادمج الازرق مع درجات الاحمر اللي انا اشتغلت فيها، ولكن الاساس بتاعي يكون النهاية بتاعتي على منطقة النجيلة. ضربات هي تاخد من الابيض وابدأ ادي ضربات شجر على نهاية النجيلة اللي موجودة، وابدأ ادمج الازرق او درجة الموف اللي طلعت ديت مع درجة الاحمر اللي موجودة برضه على الشمال. ضربات بسيطة على الاماكن اللي هي معمولة درجة لون ازرق علشان تدي معايا اندماج اكتر. ببدأ اوزع الضربات دي على اللون الاحمر مع الاسود اللي احنا عملناها هنا برضو، عشان لو في اماكن فيها تكشيف احاول ان انا اداريها، واي اماكن تانية فوق المساحة اللونية فاضية بحاول اغطيها. طبعا دي عبارة عن ارضية للشجر اللي هيترسم بعد كده. حاول اوزع كده بسن الفرشة اهوت، سن الفرشة بس عشان ادي تنعيم دماغ لون كده بسيط. سنة اصفر، طبعا الفرشة فيها سنة اسود بسيطة فبيدي معايا درجة لون جملي، ولو لون جملي يبقى افضل. سنة ابيض اهيت، وابدأ اوزع الابيض مع الجملي على اساس ان هو يبان انه طريق. تمام، اوزع وهدمج مع درجة اللون الاخضر بالطريقة ديت. اللون الاصفر طبعا واضح اهوت من الالوان اللي هي الاساسية في ترتيب الالوان يعني. سنة الابيض مع ادي سنة اسود اهيت، همشيها على اطراف النجيلة. ادي سنة اسود على الاطراف، وابدأ اوزع درجات الاسود في الاماكن اللي هي على اليمين بالطريقة ديت، واحاول ادمج درجة الاسود مع النجيلة. تمام كده، واحاول ادمجها برضو الناحية التانية مع النجيلة، بحيث بس يعني ادي عتمة او جزء بسيط جدا من الظل على شمال ويمين الطريق. سنة ابيض على الجزئية اللي في النص ديت، طبعا فيها جملي اندمج معايا وفي اسود برضو اندمج مع اللون الابيض. حركة الفرشة زي ما انتم شايفينها يا جماعة، الفرشة منكوشة يعني ما هياش عدلة مظبوطة، بدي ضربات عشوائية. اعتبروا خلي شعر الفرشة هو اللي يمشيك بطريقة معينة. شعر الفرشة دي يا جماعة من اللي هي فرشة اسمها الفنار، شعر بتاعها ناعم. ادي سنة اصفر مع سنة ابيض، وحاول ادمجها برضو بطريقة يعني عادية خالص، طريقة الدوائر مثلا او طريقة بحيث ان انا ادمج درجات اللون الابيض مع الاسود مع الاصفر. بص يا جماعة الفرشة انا مغزلتهاش يعني فيها ازرق وفيها كل الالوان. ادمج بقى اللون الابيض مع الطريق. طبعا كل ده لسه ما نشفش، يعني كل الضربات اللي انا بعملها دي كلها ما نشفتش. بدي احتكاك الفرشة مع اللون مع الارضية الموجودة بدي معايا تدريج لوني كويس جدا، وبدي احقق فعلا ان الطريق فيه عالي وواطي وحتت بارزة وحتت غائرة. ادي لون ازرق واسود، المنطقة دي هيبقى فيها شجر او نجيلة، شجيرات صغيرة يعني،
فبحاول ان انا بوزع اللون الازرق كارضيه مع اللون الاسود. بحس ان انا اقفل مساحة الابيض اللي موجود في اللوحة في نهاية الطريق. ادي سنة اصفر، سنة اصفر عادية خالص، اصفر اللي هو الاصفر الذهبي او الجملي، وابدأ ادي ضربات بيها على اطراف الطريق بحيث يديني درجة من درجات اللون الزيتي. ادي الاصفر على الاطراف اهوت، طبعا هيندمج مع اللون الازرق فيدي معايا لون اخضر، وادي سنة ابيض. احاول اوزع الضربات اللي موجودة على النجيلة او على المنطقة اللي موجودة، يعني بحيث ادي فيها ضربات كده ما تبقاش سادة، ما تبقاش لون متضرب. بس المنطقة دي مثلا حاسس ان فيها بياض من الارضية، احاول ادمجها معاها. المنطقة دي برضو طبعا كده كده الالوان لسه ما اتشفتش، فكده تقريبا دي كله بفرشة واحدة، فرشة واحدة فقط يا جماعة. كل الشغل اللي انا عملته دوت بفرشة واحدة فقط لا غير، اللي هي الارضية مثلا. هبدأ بعد كده ان انا اجهز حركات فينش او ضربات فينش للمنظر ككل. ادي فروع باللون الاسود، فروع شجر باللون الاسود، وصغر لما ارجع لورا، يعني اما امشي ناحية الشمال في المنطقة البعيدة احاول ان انا اصغر فروع الشجر شوي. لون اسود اهوت يا جماعة مفيهوش اي مشكلة. وادي الفرشة حتى اللون الاحمر منشفش، فلما باجي اعيد عليه اللون بيختفي. وادي ممكن شجرة في المنطقة القريبة ديت. ادي لون ابيض، وعلى اطراف اللون الاسود، اطراف اللون الاسود في الشجر، بحيث ادي فيه اضاءة، شكل اضاءة في الشجر او في جذوع الشجر يعني. هي الفرشة وهي فيها برضو اسود بشتغل بيها، برضو لو فيها لون ابيض باخد ضربات كده عادية للفروع الصغيرة. وبرضو هعمل فروع باللون الاسود او جذوع شجر باللون الاسود برضو في المنطقة دي. يمكن المنطقة اللي على اليمين لما عملنا فيها جذوع الاشجار بان ان فيها شجر كثيف كتير يعني. حاول اعمل اي فروع بسيطة كده رفيعة خفيفة جدا عند منطقة الاشجار اللي هي البهتة ديت. وادي اللون الابيض برضو زي ما عملنا الاضاءة في الشجر على الجنب الشمال، يعني الجنب اليمين في شجر، الشجر ده بيعمل الظل بتاعه او الانارة بتاعته ناحية الشمال، الشجر اللي على الشمال هعمل الإنارة بتاعته ناحية اليمين، بحيث يبقى اتجاه الضوء في من يعني مصدر الضوء عامة من النص. ده منظر من المناظر البسيطة جدا اللي اقدر اضيف فيها حاجات واشيل منها حاجات. الفرشة دي يا جماعة يمكن انا عملت المنظر دوت عشان خاطر اوريكو الفرشة دي. الفرشة دي اسمها يطلق عليها يعني لسان القط او معرفش اسمها ايه، ولكن هي زي ما انتم شايفين لها دوران من قدام، ما هياش عدلة، فيها دوران من قدام زي الفرشة المروحة كده، وتأثيرها برضو زي تأثير الفرشة المروحة. تعالوا نشوف تأثيرها هيبقى شكله ازاي على المنظر. طبعا انا بدرب في باليت تبرة درجة ازرق مع درجة ابيض، ازرق مع ابيض، وبكتر الابيض علشان هدي ضربات على الشجر زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. طيب حد يقول لي ان الضربات اللي انا بعملها مش باينة،
يعني شكل الضربة نفسه عامل ازاي على الشجر او كشكل عام. هوضحها لكم دلوقتي على ورقة بيضاء، تقدر يعني تشوف شكل الحركة نفسها بتاعت الفرشة او شكل الضربة نفسها عامل ازاي بتاعت الفرشة. شايفين الضربات يمكن واضحة برضو هنا في الجزئية ديت. بحاول ادي تأثير للاشجار البعيدة. بصوا كده، دي الورقة، بصوا شكل الضربة عامل ازاي، فيها تقوس، شايفين دي شكل الضربة بتاعت الفرشة. الفرشة دي كويسة جدا، هتدي معاك تأثير كويس جدا في الشجر وفي النجيل وفي حاجات كتيرة. ببدأ افتح شوية بسنة ابيض، تمام. واللي عملته على الجنب اليمين هعمله على الجنب الشمال، بحيث ان انا اعمل كمية شجر بعيدة شوية في الاخر، وايه ضربات باللون الابيض مع الازرق. بحاول اوزع الضربات ديت على منطقة الشجر. ادي اللون الابيض، وطبعا الوان السماء برضو في اجزاء منها منشفتش فبتندمج معايا وتدي معايا شكل كويس جدا في شكل الضربات نفسها بتاعت الشجر. كجزء بعيد يعني، يبقى كده الجنبين دول خلصوا على مستوى النجيلة نفسه من بعيد يعني. طيب هبدأ اعمل نفس الضربات اللي موجودة ديت بلون اصفر مع احمر على منطقة الاشجار اللي على الشمال واليمين. بصوا يا جماعة، وانا بوزع ضربات بالفرشة ماشي، ما بغطيش الجذوع كلها، ما بغطيش جذوع الاشجار كلها، لا لازم انا اخلي الجذوع دي واضحة باينة علشان يبان معايا تأثير ان دي اشجار، ما تبقاش كتل على بعضيها. يعني في فرق بين الشجر اللي هو الكتل على بعضيها وفي الشجر اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي بعيد شويه عن بعضي، ضربات الاشجار نفسها او الورق نفسه بعيد عن بعضي. اصفر مع احمر، هي الفرشه يا جماعه اللي احنا قلنا عليها المدوره ديت. الالوان اللي انا شغال بيها هي الوان نص لامع مائيه، نصف لامع مائية، سواء بقى اشتغلت ب جي ال سي او صيبس 2000 هي الخامة، ولكن الصيبس 2000 بيدي يعني شغله كويس جدا، فيه يمكن احسن من جي ال سي بالنسبة لشغلي انا يعني او تجربتي انا عامة. احيانا كتير بحس ان انا ممل في بحس ان انا ممل في الشرح يعني، ما طب اسكت اقول ايه مثلا او اتكلم اقول ايه. بخلي لو خلينا الكلام في وقت الشرح، شرح الحاجة نفسها يعني، اقوله وساكت ليه مثلا، متكلمش. اعطينا ارضية الجنب اليمين احمر واصفر، كان الاحمر كتير، بجيب اللون الاصفر مع الاحمر وكتر اللون الاصفر شوية، ودي عليه سنة ابيض. سنة الابيض دي هتدي معايا انارة في الشجر اللي موجود. كان ممكن اعمل الشجر دوت او ورق الشجر دوت بنفس الفرشة اللي اشتغلت بيها بطانة المنظر، يعني كان ممكن اعمل بيها نفس الورق، لكن انا حبيت اوضح الفرشة دي لان الفرشة دي جميلة جدا، بتعمل تأثير كويس جدا، وخصوصا اذا خليت الضغطه بتاعه الفرشه بتاعتك خفيفه زي ما انا ما بعمل كده بالظبط على منطقه النجيل. شويه اصفر مع ابيض مع اخضر، وببدا ادي ضربات خفيفه كده بسيطه، تمام، بنزول على منطقه الطريق. لاحظ يا جماعه، اي منطقة جا فيها لون اسود خفيف كده هخليها منطقة فيها عالي وواطي،
بحيث تظهر معايا كشكل عام، تظهر معايا كشكل عام ان في منطقة فعلا عالي وواطي. الضربات بتاعتي خفيفة قريبة من بعضها، تمام. شايفين اللون الاسود اهو، انا خليت اللون الاسود موجود من تحت بالطريقة دي. برضو الخط اللون الاسود هيشتغل من فوقيه، يعني ما مغطيش اللون الاسود كله، اخلي جزء منه باين علشان يدي ايحاء ان في منطقة عالية ومنطقة واطية. الفرشة دي ضربة واحدة او تدربة لون واحدة على الفرشة. طبعا خلصت منطقة الاطراف، ما بيهمنيش المنطقة اللي جوه شوية، احاول ان انا يعني اضغط بالفرش عليها عادي بحيث ان انا اقفل مساحات فيها وادمج لون مع بعضيه في منطقة النص. برضو اللي عملته في الجنب الشمال هعمله في الجنب اليمين. الفرشة مش لازم انا يعني اشتغل بالفرشة وهي في وضع افقي، لا، ممكن اميلها 45 علشان تمشي مع ميل الطريق. انا برضو بهتم بالاطراف في الاول. انا ممكن اعمل الضربات دي بس على الاطراف الطريق واسيب الباقي الاخضر دوت زي ما هو، اللي انا بعمل فيه اصفر ده ممكن اسيبه زي ما هو، يبان ان هو مستوى تاني من النجيلة مثلا، لكن برضو بحاول ان انا اغطيه. حاول بقى ادخل النجيلة على خفيف جوه بحيث يبان ان في طريق ولكن او كمالة الطريق يعني. لكن بشكل خفيف جدا في الاماكن اللي جوه. برضو المنطقة دي فيها لون اسود، حاول اوزع ضربات على المنطقة دي. لون اصفر، مفيش حاجة في الناحية التانية، بخلي ضربات الاصفر ايه فوق، يعني لما اجي اخد اللون ما باخدش اللون على الطرفين، باخد على بطن الفرشة من جنب واحد. زي مثلا ما خدنا الاصفر هناخد صينة ابيض اهي، وابدأ افتح شوية في منطقة نزول النجيلة على الطريق. اتبقى معايا طبعا هدي ضربات خفيفة برضو داخل الجزئية اللي هي فيها شجر على الشمال ديت. اتبقى معايا الجزئية الاخيرة اللي تحت ديت، ديها ممكن اشتغلها بالفرشة بنفس الفرشة اللي انا شغال بيها ديت، وممكن اشتغلها بالفرشة اللي انا كنت شغال بيها في البداية. يبقى كده المنظر اتعمل معايا بثلاث فرش. طب لو مساحة كبيرة ممكن يبقى نفس الثلاث فرش برضو، ولكن مع كبر حجم الفرشتين اللي هما الاساسيين. بص كده يا جماعة، انا بعمل تجمعات للون بطريقة حس ان انا اتقل فوق واخف وانا نازل، تجمعات تجمعات. دي طريقة زي كده بالظبط، تجمعات، ما بخليهاش، ما بقفلش كل المساحة السمراء او الزيت ديت على بعضها، تمام كده. ممكن بقى اجيب الفرشة التانية واعمل بيها نفس الشغل دوت، هيبقى سهل معايا في هيبقى سهل معايا في ضربات الشجر القريبة، لانها عايزة ضربات اكبر شوية من المناطق البعيدة.
ادي الفرشه هبدا ادي بيها الضربات اهيت. ممكن شكل الضربات فيها عشوائيه، والعشوائيه دي بتدي شكل افضل، وشكل كل واحد وليه طريقه في شكل المنظر. بكمل ضربات الاشجار بنفس الطريقه ونفس الشكل زي ما حضراتكم شايفين كده، لغايه ما تكمل معايا الرسمه للاخر. وبكده يبقى الدرس بتاعنا خلص، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.